استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بقاعدة عيسى الجوية مساء أمس بحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الاستقبال رحب سمو قائد الحرس الملكي برجال قوة دفاع البحرين بمجموعة قوة الواجب الخاصة، كما أعرب سمو عن شكره وتقديره لما لهم على ما يبذلونه دائما من تفان وجهد مخلص في إداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. كما أشاد سمو بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة. حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهل المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة. اول شوفه